السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد والإطالة المتأخرة. طبعا مثل كل يوم جمعة بسبب صلاة الجمعة تقبل الله طاعتكم. ماذا تحمل حلقة اليوم من أخبار؟ دعونا نتابع بداية مع شريط العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الوطن، بعد استبعاد الدوحة من الترشيح لأولمبياد 2020 الرياضيون عازمون على التحدي. في العرب، اليوم نهائي كأس سمو ولي العهد، خالد المولوي رئيس اتحاد الطائرة، العربي والأهلي قادران على إهدائنا المتعة المتوقعة. الشيخ جبر بن عبد الرحمن: نفهم في القوانين ولا ننتظر أن يعلمنا أحد أخطاءنا. في الراية، الجهاز الفني راض عن معسكر مدريد واستبعاد 5 لاعبين عقب مباراة فلسطين. عربيا في السفير اللبنانية: استعدادا لمباراة قطر، المنتخب يرفع درجة الإعداد ويلتقي نظيره العماني الأحد. في الرأي الأردنية: المنتخب يتدرب بصفوف مكتملة لأول مرة. في الخبر الجزائرية: حالي لوزيتش: أمر بفترة عصيبة مع الخضر لم أعشها طيلة مشوار المهني. في الرياض السعودية: حسني عبد ربه: لم أحسم مصيري في الاتحاد. في البيان الإماراتية: الوحدة يقدم محترفه الجديد الغابوني مولونغي. في الأنباء الكويتية: الهيئة: لا مشاركات خارجية دون موافقة الاتحادات الدولية. في الأهرام المصرية: قرار عودة شحاتي يخرج رسميا غدا، والزمالك أخطر ميدو بالاستغناء عن خدماته واتجاه لإعارة شيكابالا. عالميا في آس الإسبانية: غوارديولا: فيلانوفا صديقي منذ سن 13، ونهائي الكأس صعب أمام بلباو. بيلسا: ميسي يملك الحلول لكل المشاكل في أرض الملعب. في الصن البريطانية: توريس: أنتظر الموسم الجديد بفارغ الصبر. في فقرة غريب عجيب: مسن يقر السير على أجنحة طائرة وهي تحلق. لن نستسلم، والأمل ما زال قائما، وانتظرونا في ملف 2024. قطر ستظل دوما تبهر العالم، وطموحاتنا لن تتوقف عند حد معين. بهذه الجمل الصغيرة الكبيرة في معناها اختصرت جريدة الوطن أراء العديد من الشخصيات الرياضية لدى سؤالهم عن استبعاد الدوحة من الترشح لأولمبياد 2020. أما سعد الكعبي بجريدة الشرق فكتب قائلا: لن نفقد الأمل في الأولمبياد. وزميلنا عبدالعزيز معرفي الكاتب جريدة الشرق أيضا كتب بلغة التحدي: سننظم الأولمبياد يوما ما. هذا الأبرز محليا مشاهدينا. أما عربيا فالجرائد السعودية تتغزل بأنديتها الهلال والاتحاد والأهلي لملا، وهي التي وصلت إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بجدارة. لن نطيل المقدمة ونذهب مباشرة إلى أخبار صحف اليوم، والبداية محليا طبعا، حيث ينضم إلينا بعد قليل الأستاذ رجائي فتحي الصحفي بجريدة الراية. تبقوا معنا. نبدأ جولتنا المحلية من أولمبياد 2020، حيث قالت جريدة الوطن أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم استبعاد الدوحة من سباق الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2020. الوطن أضافت: بالرغم من هذه المفاجأة غير السارة، إلا أن الوسط الرياضي كانت ردة فعله مغايرة تماما، فكان له رأي آخر، فاعتبروا أن هذا الاستبعاد سوف يفجر المزيد من الطاقات ويضاعف من القدرة على التحدي. جريدة الوطن قامت بجولة واسعة لاستطلاع آراء عدد كبير من المسؤولين بالاتحادات والأندية الرياضية، وجاءت خلاصة التحقيق في السطور التالية. أكد الرياضيون أن الرغبة في استضافة الأولمبياد تأتي من أجل المزيد من تطوير العلاقات مع الاتحادات الرياضية الدولية، بما يعزز المبادئ الأولمبية ولخدمة الشباب والرياضة في العالم. وقالوا إن الأمل ما زال قائما في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل استضافة الأولمبياد في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة. وأشاروا إلى أن استبعاد ملف الدوحة من سباق الترشح لا يعني الإخفاق بأي حال من الأحوال، بدليل تلك الإشادة التي حصل عليها ملف الدوحة، والذي وصفه الجميع بأنه ملف رائع احتوى على الكثير من الأفكار المبدعة والخطوات الدقيقة لتحويل الوعود إلى عهود،
مبرمجة للتنفيذ. كما حظي بدعم هائل وكبير من كل المجتمعات بدول الشرق الأوسط لاستضافة أولمبياد 2020، وأكد الرياضيون أنهم على يقين بأن قطر سوف تصل إلى تحقيق حلمها، وأن إسناد تنظيم الألعاب الأولمبية إلى الدوحة مسألة وقت لا مسألة إمكانيات. سعد الكعبي الكاتب بجريدة الشرق تحدث عن نفس الموضوع وقال: خرجنا من سباق الأولمبيات للمرة الثانية على التوالي، ولكن الخروج من السباق ليس نهاية المطاف، وقد نجحنا في أن نضع قدما للمرة الثانية في المنافسة بعد أولمبيات 2016. الكعبي قال أيضا: ليس عيبا أن نطلب ملف المدينة التي ستفوز بالسباق ونستعين بخبراتهم في إعداد الملف، وليس عيبا أن نتعلم من الآخرين حتى نختصر المسافات والزمن، فقد بدأنا خطوة الألف ميل إلى الأولمبياد وقطعنا أشواطا كبيرة، وعلينا الآن أن نكمل بنفس الروح والعزيمة والإصرار على تحقيق الهدف. أدرك أن بلادي وعلى رأسها سمو الأمير قدموا الكثير للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق حلم الجماهير، مثلما حققوا حلم المونديال الذي سيحلق في سماء الدوحة 2022. ولكن الخروج ليس تقصيرا بقدر ما هو رياضة فوز وخسارة، وقد سبقنا مدنا كثيرة في هذا السباق وحاولت كثيرا مثل مدريد وطوكيو وغيرها من المدن العالمية، ورغم ذلك تم استبعادها وأعادت المحاولة مرة أخرى، وقد تنجح وقد تخرج من السباق، ولكن المهم أن نعيد المحاولة في أولمبياد 2024 من أجل الأجيال القادمة. سيظل حلم الأولمبياد يراودنا حتى نصل إلى تحقيقه. من حق شعبنا أن يفخر بقيادته الحكيمة والتي تدرك ما يدور في الشارع وتسعى لتحقيقه من أجل إسعاد كل المواطنين والمقيمين على أرض قطر. في جريدة الشرق أيضا وفي نفس السياق وفي نفس الاتجاه تحدث عبد العزيز معرفي الكاتب جريدة الشرق معرفي بلاج التحدي، قال: في يوم ما سننظم الألعاب وسنثبت لمن رفضوا تنظيمنا في 2016 و2020 بأنهم ارتكبوا جريمة لا تغتفر بحق الدورة الأولمبية. نعم، كان ملفنا قويا ومتكاملا، ولكن خسارتنا تعود لقناعات أعضاء المكتب التنفيذي الذين أعطوا الأفضلية لملفات اسطنبول ومدريد وطوكيو أن تواصل المشوار وتكون إقامة أولمبياد 2020 في إحدى هذه المدن. نعم، حزنا ونكذب لو نقول عكس ذلك، فالأمنيات كانت كبيرة والآمال عريضة لتحقيق حلم استضافة 2020، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وأؤكد أن ما حدث أعطانا دفعة قوية للمحاولة في 2024 وخوض التحدي من جديد، فتطلعاتنا لا حدود لها وآمالنا وطموحاتنا لن يقف أحد أمامها. وليتذكر الجميع أن قطر وفي يوم ما ستنظم الأولمبياد وسنقدم للعالم كعادتنا دورة تاريخية للذكرى، وسنحرج من سينظم بعدنا. نترك ملف الأولمبيات ونذهب إلى كرة الطائرة، حيث قالت جريدة العرب أنه في سابقة تاريخية يلتقي العربي مع الأهلي في نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة. العرب قالت عن اللقاء الذي سيقام مساء اليوم بداية من الساعة 7 بالنادي العربي أنه نهائي واعد بكل المقاييس ومواجهة مفتوحة على الاحتمالين. جريدة العرب لم تكتفي بهذا الوصف، بل قالت أيضا أنه صراع بين تأكيد الهيمنة وإعلان المفاجأة المدوية. خالد علي المولوي رئيس اتحاد كرة الطائرة بارك لفريقي العربي والأهلي التأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد، مؤكدا أن الفريقين استحقا التأهل بعد أن تغلب العربي على الجيش في نصف النهائي والأهلي نجح في إقصاء الريان حامل اللقب. كل المؤشرات تؤكد أن العربي والأهلي من أفضل فرق الموسم، وهما قادران على تقديم عرض قوي وممتع يليق بنهائي البطولة الغالية، ويكون مؤشرا على بداية قوية لمنافسات كأس سمو الأمير أغلى البطولات ومسك ختام الموسم، والتي سيتنافس خلالها كل الفرق بقوة من أجل نيل شرف الفوز بالكأس الغالية. بالتأكيد صعب التوقع، فكل فريق يتطلع للفوز ويملك أدوات تحقيق طموحه المشروع في الفوز باللقب، فالعربي يتطلع لاستعادة اللقب والاستمرار في حصد ألقاب الموسم بعد كأس الاتحاد والدوري، ومن جانبه الأهلي يسعى لتتويج جهوده وتميزه هذا الموسم باللقب، والمؤكد
أن اللقب الغالي سيذهب في نهاية المطاف للفريق الذي يستحقه. أما نحن كمسؤولين عن الاتحاد فالذي نتمناه ونطمح إليه أن تخرج المباراة قوية وممتعة وتليق بنهاء البطولة الغالية. في سياق المتصل في نهاية كرة الطائرة، شهد المؤتمر الصحفي للمباراة ثقة كبيرة من قبل الممثلين للفريقين مصحوبة بالقلق، خاصة في العربي الذي أكد مدربه الجزائري عادل سنون أن المواجهة ستكون خطيرة على فريقه في ظل التوقعات بفوزه على الأهلي، مؤكدا أن الأهلي في تصاعد مستمر من حيث الأداء الفني وهو ما يسبب له قلقا كبيرا. أما مدرب الأهلي الفرنسي جون ميشيل فأكد أن الوصول للنهائي لم يكن مفاجأة لأن الفريق قدم مستوى طيبا معربا عن ثقته في أن وصول الأهلي يشكل إضافة كبيرة لكرة الطائرة القطرية التي تعودت على وصول فرق معينة للنهائي. أكد الجزائري عادل سنون مدرب فريق العربي أن المباراة النهائية ستكون قوية على الفريقين وقال: فريق الأهلي أقوى من فريق الريان هذا العام وفاز في 4 مباريات على الريان من 6 مباريات، وخطورة المباراة بسبب التوقعات بأن العربي سيفوز بالمباراة والكرة الطائرة لا تعتمد على لاعب واحد مثل عثماني أو غيره من اللاعبين، والأهلي به لاعبون متميزون جدا، ولذلك أرى أن النهائي قوي. من جهته عبر الفرنسي جون ميشيل عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى المباراة النهائية للبطولة الغالية وقال: لا أعتبر وصول الأهلي للنهائي بالمفاجأة لأن الفريق بذل جهدا كبيرا وقدمنا أداء عاليا جدا، وخلال لقاء الريان الأخير خاصة في الشوط الأول قدمنا أداء عاليا جدا ورائع المستوى. وأضاف جون ميشيل: الفريقان اللذان وصلا إلى المباراة النهائية جيدان ويستحقان لعب المباراة النهائية، حيث إن وصول الأهلي إلى النهائي يعتبره البعض مفاجأة. للتعقيب أكثر على أخبار صحف اليوم يسعدنا أن نستقبل في الاستوديو الأستاذ رجائي فتحي الصحفي بجريدة الراية القطرية. مرحبا فيك أستاذ رجائي. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. بداية أستاذ رجائي، لو نبدأ من نهائي كأس ولي العهد لكرة الطائرة، العربي والأهلي هل هما الأجدر للوصول النهائي؟ بدون شك الاثنين بالفعل هما الأفضل والأقدر في الوصول إلى المباراة النهائية. كل منهم تخطى خصم عنيد في الدور نصف النهائي. يمكن كانت المعركة الأكثر صعوبة كانت بين فريق الأهلي مع فريق الريان. كلنا عارفين الريان بما يضم من لاعبين متميزين في المنتخب الوطني، بالإضافة إلى استقدامه أفضل المحترفين على مستوى العالم، لاعبين عالميين وليس محترفين عاديين بالمعنى المعروف. ورغم ذلك استطاع فريق الأهلي أن يعوض خسارته في أول مباراة ويفوز في مباراتين متتاليتين ويصل إلى المباراة النهائية. بدون شك وصول الأهلي والعربي للمباراة النهائية يعطي نوع جديد من التحدي. اعتدنا في السنوات الماضية باستمرار أن تكون المباراة النهائية بين العربي والريان أو بين العربي والشرطة في بعض المناسبات، لكن هذه المرة يصل فريق الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية. وزي ما قال اتفق مع مدرب الأهلي، بالفعل مفاجأة سارة لكرة الطائرة القطرية، وصول فريق جديد يوسع جدا من دائرة المنافسة، وهذا يصب بدون شك في مصلحة اللعبة ويعطي الحافز لكل الأندية أن تنافس بقوة. ولا تنسى أستاذ عبد الرحمن أن مباريات الكؤوس تختلف تماما عن مباريات الدوري. نعم. والمباريات النهائية تختلف عن أي مباريات أخرى، لا تخضع لمعايير القوة، لا تخضع لأي مقاييس، تخضع للحالة الفنية التي يكون فيها اللاعبون داخل أرض الملعب، إذا كانوا في حالة جيدة أو في حالة غير جيدة، إذا كانوا موفقين أو غير موفقين، وأيضا تخضع للتجهيز النفسي من قبل الأجهزة الإدارية لكل من الفريقين. يمكن البعض يرى أن كفة العربي أرجح في لقاء الليلة لكونه الأكثر خبرة والأكثر فوزا بالبطولات والألقاب، والمعتاد أن يلعب المباريات النهائية باستمرار والتواجد على منصات التتويج. لكن الأهلي أيضا أخرج حامل اللقب الريان. أخرج حامل اللقب وفريق يملك من الطموح ولديه مدرب متميز ولاعبون متحفزون يريدون أن يقدموا موسم جيد ويحققوا بطولة في هذا الموسم. ومن هذا المنطلق، من خلال متابعتك للمؤتمرات للمؤتمر الصحفي للفريقين، من لمست لديه الثقة أكثر؟ بدون شك الثقة أكثر موجودة في فريق النادي العربي نتيجة للخبرات التراكمية اللي موجودة عند اللاعبين ولعبهم عدد كبير من المباريات النهائية. لكن
الطموح موجود بصوره كبيره جدا عند مسؤول النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي، ويمكن بيزيد من هذا الطموح يمكن حاله الثقه الكبيره الموجوده عند العربويه. احيانا الثقه الزائده لا تكون عامل جيد لدى وهذا ما تخوف منها مدرب فريق العربي المفرطه واعلن صراحه صالح فريقه واعلن صراحه هذا الكلام. يمكن قال لك المواجهه خطيره، يعني قال يمكن بلفظ قال لك فيري دينجرس، بالفعل هي مواجهه خطيره من وجهه نظره هو. اذا وصل اللاعبين الحاله اللي بيفكر فيها الجميع ان الاهلي العربي بالنسبه للاهلي العربي هو المتفوق وهو صاحب الخبرات وهو القادر على الفوز بالبطوله، ومن قبل فاز بالثلاثيه اكثر من مره، الدوري وكاس سمو الامير وكاس سمو ولي العهد، وهو معتاد على هذا ومعروفه الطائر العرباوي هو الذي يحلق باستمرار في سماء كره الطائره القطريه والخليجيه والعربيه دائما متفوق. يمكن من هذا المنطلق المدرب فكر فريق صاعد لاول مره يصل للمباراه النهائيه، لديه طموح اقصى حامل اللقب فريق الريان، اذا هو جدير ان يكون موجود على منصه التتويج ويعطي مؤشر خطير انه بالفعل قادم بقوه للفوز بهذه البطوله. من هذا المنطلق اتوقع تكون المباراه ساخنه، قد تحسمها خبره لاعبه فريق العربي او طموح فريق النادي الاهلي. هذه فرصه ايضا اليوم للجماهير انها تكون حاضره بدون شك، في النهائي لا سيما ان المنافسات الكرويه في قطر قد توقفت يعني في هذا بدون شك، والمباراه هتلعب داخل صاله مغلقه يعني مش هنعاني من درجه الحراره بالضبط. نعم. عموما نبقى معنا استاذ رجائي. الى النادي العربي، قالت جريده الوطن ان المنافسه الانتخابيه بالنادي العربي دخلت فصلا جديدا من الاثاره بعد اعلان رئيس النادي الدكتور عبد الله المال عن وجود مخالفات قانونية تعوق قائمة المستقبل على مواصلة المنافسة بانتخابات النادي، وذلك لعدم سداد 7 أعضاء الاشتراكات بالصورة القانونية حسب اللوائح المحددة من قبل اللجنة الأولمبية، وتم إرفاق التقارير الخاصة بفحص الأوراق ليتم الإعلان عن قائمة الفوز أو عن فوز قائمة هتمي بالتزكية عبر وسائل الإعلام، إلا أن قائمة المستقبل برئاسة الشيخ جبر بن عبد الرحمن الثاني اعتبرت كل ما أثير في هذا الشأن غير رسمي وغير قانوني، وتم رفع تظلم للجنة الأولمبية من أجل الحفاظ على الحقوق كاملة. من جانبه أكد سعادة الشيخ جبر بن عبد الرحمن الثاني أن قائمة المستقبل ستواصل العمل من أجل خدمة النادي. أولا، لقد رفعنا التظلم إلى اللجنة الأولمبية وأوراقنا موجودة لدى الأمين العام وأوضحنا جميع النقاط القانونية التي نستند إليها. ثانيا، نحن نفقه في القوانين وسنواصل الدفاع عن حظوظنا من أجل خدمة الجماهير العرباوية ولا ننتظر من أحد أن يعلمنا الأخطاء. ثالثا، كلنا أمل في اللجنة الأولمبية لاتخاذ القرار المناسب، فنحن نعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الداعم الحقيقي للرياضة القطرية ونثق في قراراتها. رابعا، جماهير العربي تستحق منا كل خير وسنعمل على إسعادها إن شاء الله. عودة للأستاذ رجاء. أستاذ رجاء، إذا نتحدث تحديدا في هذا الموضوع الشائك، موضوع انتخابات العربي قائمة المستقبل تستبعد بسبب عدم قانونية 7 أعضاء، ما الجديد في هذا الموضوع؟ هو الاستبعاد بعدم قانونية 7 أعضاء، يمكن كلمة عدم قانونية كلمة كبيرة يعني تحوي العديد من يعني لما يسمعها واحد لعدم تزيد الاشتراكات بالزبط. يعني هذا عدم قانونية. هم أعضاء في النادي العربي، صدر تعميم في شهر مارس الماضي من اللجنة الأولمبية، العضو الذي لم يسدد اشتراكاته لمدة 3 سنوات متصلة لا يحق له الترشيح لا لعضوية مجلس إدارة النادي ولا لرئاسة النادي، وأنا أقصد بهذا العضو العامل. هناك 7 أعضاء في قائمة الشيخ جبر بن عبد الرحمن، الثمانية غير الرئيس بالضبط، لم يسددوا الاشتراكات بصفة منتظمة. على هذا الأساس قام الدكتور عبد الله المال رئيس النادي العربي المفوض من قبل مجلس إدارة النادي العربي بمفرده بفحص تلك الترشيحات، سواء لقائمة الصقر التي يرأسها هتمي بن علي الهتمي أو لقائمة المستقبل التي يرأسها الشيخ جبر بن عبد الرحمن، وخرج إلى النتيجة التي أعلنها عبر وسائل الإعلام وتم نشرها داخل النادي العربي حتى يعرفها الأعضاء، وهي وجود 7 أعضاء بصفة غير قانونية في قائمة المستقبل. وتم اختار اللجنة الأولمبية القطرية بهذا الأمر، وسيتم دراسة الأمر أولا من قبل اللجنة الأولمبية وبالتحديد إدارة الشؤون الرياضية المناط لها عملية تنظيم الانتخابات في الأندية الرياضية لاتخاذ القرار النهائي، وهذا القرار يكون ملزم. طيب، هل هناك أحاديث في لجنة الشؤون الرياضية برئاسة خليل الجابر بأن ممكن أن يكون هناك حلول بالنسبة لقائمة الشيخ جبر بن عبد الرحمن، ولا ما في حلول خلاص؟ والله العملية تحكمها في البداية والنهاية لوائح، قد تصدر هناك بعض الاستثناءات، قد يكون هناك
شيء ما، لكن هذا القرار حق أصيل للجنة الأولمبية القطرية في اتخاذ المناسب تجاه تلك القوانين التي وضعتها أيضا اللجنة الأولمبية. من خلال تلك القوانين التي تنظم العملية الانتخابية داخل كل الأندية سيكون القرار، إذا كانت هناك مساعي، إذا كان هناك شيئا ما سيصدر، صعب على أي متابع حتى أعضاء النادي العربي حتى أعضاء القائمتين التوقع بما سيحدث. لكن بصفة مؤكدة تم اعتماد قائمة هتمي بن علي الهتمي وموجودة في صراع الانتخابات. إذا وجدت انتخابات ستدخل الانتخابات المحدد لها الجمعية العمومية يوم 6 يونيو المقبل. إذا لم تكن انتخابات وأعلنت اللجنة الأولمبية صحة موقف تلك القائمة وعدم صحة قانونية القائمة الأخرى، سيعلن فوز قائمة هتمي بن علي الهتمي برئاسة النادي العربي ومع أعضاء القائمة بالتزكية. هذا الموضوع ليس شائكا بالمعنى المفهوم، ولكنه موضوع يشغل الكثير من العربوية. حضرتك عارف أصبحت قضية رأي عام حاليا، وكل حضرتك عارف وكل السادة المشاهدين عارفين ماذا يمثل النادي العربي في الوسط الرياضي القطري. نادي كبير، نادي ليه شعبية كبيرة، ليه جماهيرية في داخل قطر وخارج قطر. الكل يترقب من سيقود تلك القلعة الكبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وخاصة أن النادي في الفترة الأخيرة يمر بظروف صعبة جدا. على صعيد النتائج على صعيد البطولات، ولا بتحدث بصفة خاصة عن كرة القدم التي لم يحقق فيها النادي العربي على مدار 15 عاما أي إنجاز يذكر أو أي بطولة تذكر من أي نوع. صحيح وصل أكثر من مرة للمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد، ولكنه لم يفز باللقب. كل هؤلاء ينتظرون من هي الإدارة القادمة التي تستطيع أن تنقذ النادي العربي. فتم فتح باب الترشيح وأغلق باب الترشيح، ولم يتقدم سوى قائمتان فقط. وإدارة النادي العربي برئاسة الدكتور عبد الله المال، وهو الذي خول من قبل الإدارة بدراسة الموقف القانوني، تم استبعاد قائمة والإبقاء على قائمة، والآن الكرة في ملعب إدارة الشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية لإصدار القرار الذي ينتظره العربوية. إما أن تكون هناك انتخابات أو تفوز قائمة بالتزكية حتى تتضح الصورة العامة، لأني أنا خطورة لا. هذا الموقف أستاذ هو بما أن أستاذ رجائي بما أن هناك تعميم وصل للأندية، فمعناته أن الأمور قد تبدو واضحة الآن. عموما ابقى معنا أستاذ رجائي. على طاري النادي العربي اليوم النهائي في النادي العربي، في النادي العربي الساعة 7 مساء كرة الطائرة إن شاء الله. الساعة 7 مساء تبدأ المباراة. الساعة 7 تبدأ الساعة 7، يعني الجماهير إن شاء الله يجون قبل يا رب إن شاء الله. عموما ابقى معنا أستاذ رجائي. قام نادي الجيش الرياضي حفل تكريم من المدرب البرازيلي شاموسكا بعد انتهاء الموسم الرياضي 2011-2012 مع الفريق الأول لكرة القدم. هذا وتمنت إدارة نادي الجيش الرياضي لشاموسكا كل التوفيق في مستقبله المهني، مشيرة إلى أنه كان شرفا لنا جميعا أن نعمل سويا، فكل ما تحقق هذا الموسم من نجاحات دليل على نجاح شاموسكا كمدرب. من جهته علق شاموسكا على مسيرته مع النادي وقال: لقد استمتعت كثيرا بعملي في نادي الجيش الرياضي، لقد كانت تجربة مفيدة بالنسبة لي، وكان اللاعبون مثالا للانضباط والخلق، كما وفرت إدارة النادي كل الدعم المطلوب، وأتمنى للفريق دوام النجاح والتوفيق. أمتلك العديد من العروض التدريبية سواء داخل قطر أو خارجها، المهم أن تجربتي مع نادي الجيش كانت مثالية، خاصة أنني نجحت في قيادة الفريق لاحتلال المركز الثاني والوصول إلى دور قبل النهائي من كأس سمو ولي العهد الأمين، بالإضافة إلى دور النصف النهائي من كأس سمو الأمير للمرة الثانية على التوالي. عودة للأستاذ رجائي. أستاذ رجائي، شاموسكا كان مع العربي ومن ثم مع الجيش، كيف تقيم مسيرته في الدوري؟ النجاح في المسيرتين، سواء مع العربي استطاع ان يحصل على المركز الرابع في الدوري ووصل به نهائي كاس سمو ولي العهد، وكان قاب قوسين او ادنى من الفوز بالبطوله. مع فريق الجيش الصاعد لاول مره الى دوري نجوم قطر حصل على المركز الثاني في بطوله الدوري، وصل الى نصف نهائي كاس سمو ولي العهد، وقدم يمكن اداء جيد، يمكن عرف الناس بفريق الجيش الوافد الجديد وحطه في مصاف الانديه الساعيه للفوز بالبطولات. بدون شك مدرب ناجح، تدريبه لأي فريق سواء داخل قطر أو خارج قطر يمثل إضافة لهذا. طب هل يستحق شاموسكا البقاء في الجيش أو البقاء في دوري نجوم قطر؟ هو يستحق البقاء في دوري نجوم قطر وتدريب أي فريق داخل دوري نجوم قطر. إذا كان فريق الجيش اتخذ قرار بالاستغناء عنه، فكل نادي له طموحه في البحث عن المدرب المناسب له. نعم سيد رجاء، فتح الصحف بجريدة الرأي القطرية، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك.
إلى أجواء واستعدادات المنتخبات العربية لخوض تصفية الجولة الأخيرة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014، والبداية من المجموعة الأولى، حيث يستأنف المنتخب العنابي تدريباته الساعة 6 مساء اليوم السبت بنادي المنتخبات بإسبانيا لاستكمال استعداداته لمباريات التصفيات. وكان البرازيلي باولو أتوري مدرب المنتخب قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من العاصمة الإسبانية مدريد مساء الأربعاء، على أن يعود المنتخب لمواصلة التدريبات السبت. وكان المنتخب قد انخرط في معسكر بالعاصمة الإسبانية، وكان معسكرا ناجحا بكل المقاييس، وتخللته مباراة ودية أمام ألبانيا انتهت بفوز المنتخب الألباني بهدفين مقابل هدف بعد مباراة قوية ومفيدة من المنتخبين، خرج على إثرها الجهاز الفني واللاعبين بالعديد من الفوائد قبل أن يخوض العنابي مبارياته الرسمية في المرحلة الحاسمة من التصفيات المونديالية. يعتبر معسكر المنتخب في مدريد إيجابيا للغاية، وكان هناك رضا كبير من جانب الجهاز الفني للعنابي بعد الجهد الكبير الذي بذله جميع اللاعبين بدون استثناء خلال المعسكر، حيث استفاد المنتخب فنيا وبدنيا من هذا المعسكر الذي شهد تدريبات مكثفة أقيمت يوميا على فترتين. حرص خلالها المدرب آتوري على تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، وأيضا حرص المدرب على تطبيق الأفكار التي ينوي تطبيقها في المباريات الرسمية المقبلة، وبدأها بمباراة ألبانيا وسيستكملها في المباريات الودية المقبلة، وأيضا في التدريبات من أجل ظهور مميز للعنابي في المرحلة الحاسمة من التصفيات في ظل التفاؤل الكبير الذي يسود الجميع بقدرة العنابي على بلوغ المونديال لأول مرة في تاريخه وتحقيق حلم الشارع القطري بالتأهل إلى مونديال البرازيل. كما اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين وجاهزيتهم للمرحلة المقبلة والتي تعتبر مرحلة مصيرية في مشوار العنابي. من الجرائد المحلية للجرائد العربية، ونبقى في أجواء تصفيات مونديال 2014 وتحديدا في مجموعة العنابي. نبدأ جولتنا العربية من لبنان، حيث رفع الجهاز الفني لمنتخب الأرز عمليات الإعداد في المعسكر الذي يقام فيه عمان إلى أعلى الدرجات قبل أن يلعب بعد غد الأحد مباراة ودية أمام نظيره العماني على استاد السلطان قابوس، ويخيم على المعسكر حالة من التفاؤل والارتياح يرافقهما الالتزام كلي من اللاعبين الذين يخضعون لحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية في ظل درجة الحرارة التي تخطى 45 درجة مئوية ورطوبة عالية جدا. وكانت معلومات أثارتها بعض المواقع عن أن تمردا قام به بعض اللاعبين خلال المعسكر بحجة أنهم لم يقبضوا بعض المكافآت التي خصصت لهم، إلا أن أحد اللاعبين أكد في اتصال مع السفير أن الأمر كان مجرد مسحة تم تداولها على أحد المواقع ولا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد. المنتخب من خلال هذه المسحة تأخر بالذهاب إلى استاد السلطان قابوس لإرجاء حصة تدريبية، ما دفع بوكير إلى إلغاء التدريب. وأشار اللاعب أن المنتخب بأكمله يلتزم بقرارات مديره الفني ويثني على دوره الكبير في تعاطيه مع اللاعبين الذين يعتبرونه الأب الروحي لهم ويمتثلون لكل تعليماته. وللتذكير فقط، فإن لاعبي المنتخب حصلوا حتى الآن على 23,000 دولار مكافآت من الاتحاد وبعضها من لجنة الدعم، كما أن هناك مبلغ 10 ملايين ليرة أقرتها الدولة وسيتم صرفها قريبا بعد أن أصبحت ضمن حسابات اللاعبين الخاصة. على صعيد آخر، لم يصدر عن الفيفا أي شيء حتى الساعة بشأن نقل المباريات من لبنان، خصوصا أنه تلقى الضمانات التي زوده بها الاتحاد اللبناني بشأن الوضع الأمني، ما يشير إلى أن الأمور ما زالت على حالها وأن مباراته أمام قطر قائمة في موعدها يوم 3 من الشهر القادم على ملعب المدينة الرياضية، والذي تسارعت عمليات التأهيل لبعض منشآته. نبقى في المعسكر اللبناني في عمان بعكس الاتجاه تماما، علق جريدة المستقبل على ما يدور في هذا السياق قائلة:
غضب اللاعبون ينفجر في معسكر عمان، حيدر يزرع ريح الوعود والمنتخب يحصد العاصفة. المستقبل قالت أخيرا اشتد هبوب عاصفة المنتخب مزلزلة صحراء مسقط بعدما انطلقت شرارتها ومسبباتها في مكاتب الاتحاد في فردان في بيروت، فقد تمرد اللاعبون خلال المعسكر وقرروا عدم الاستمرار في التمارين إلا بعد أن يقبضوا مكافآت مستحقاتهم المتعلقة، وهي مكافأة التأهل للدور الرابع من تصفيات كأس العالم. مصلحة الوطن تتقدم على كل شيء آخر، وينبغي مراعاة مشاعر الجماهير اللبنانية وأخذها بعين الاعتبار. من هنا فإن أي عمل سلبي يقوم به اللاعبون على رغم جرحهم الكبير مرفوض، لكن لا يمكن الاختباء وراء الإصبع، إذ لا يجوز وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على التأهل البقاء على الوعد يا كمون، بينما اللاعبون لا يزالون بانتظار الحصول على مستحقاتهم. ولا يمكن إجبار اللاعبين على الانتظار أكثر، ومن أسباب ما حصل في عمان كثرة وعود رئيس الاتحاد، فبعد أن زرع هاشم حيدر ريح الوعود الفضفاضة في بيروت، ها هو المنتخب يحصد رياح العاصفة في عمان. كيف يعقل أن يتأهل المنتخب للدور الرابع في 29 من شباط الماضي واللاعبون لم يقبضوا حتى الآن ما وعدوا به؟ إذن تحرك الجميع ضد سياسة الظلم الذي ينتهجها حيدر بحقهم، وضد سياسة الارتجال والمراوغة، وضد سياسة العرجاء والملتوية التي لا تخدم الوطن ولا تحقق حلم الجماهير اللبنانية. إلى المجموعة الثانية، حيث اكتملت أمس ولأول مرة على حد تعبير جريدة الرأي الأردنية صفوف منتخب النشامة الذي دخل الليلة قبل الماضية معسكرا تدريبيا في نطاق تحضيراته لملاقاة المنتخب السيراليوني في مباراة ودية عند 7 مساء غدا السبت على استاد عمان الدولي. وتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد على هامش التدريب للموقع الرسمي للاتحاد عن تحضيراته للنشامة الحالية والقادمة، والتي اعتبرها مهمة للغاية في سبيل إيصال اللاعبين لمستوى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة. من الضروري أن يستغل الجهاز الفني اللقاء الودي أمام سيراليون على اعتبار أنه يشكل المحطة الأخيرة قبل لقاء العراق رسميا في 3 من الشهر القادم، وثم اليابان يوم 8 من الشهر ذاته. في الوقت الحالي يعمل الجهاز الفني على استغلال تواجد كافة اللاعبين عبر إدخالهم في مجموعة واحدة ضمن التدريبات المتواصلة لحين موعد مباراة العراق. وأعتقد أن اكتمال الصفوف في الوقت الراهن أمر إيجابي جدا، وهو يحقق الفائدة المرجوة من التدريبات المتواصلة والتي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين. نعمل الآن على توجيه اللاعبين كثيرا، ونقوم دوما بتذكيرهم على أهمية المرحلة القادمة وضرورة التركيز والعمل بجد خلال التدريبات، وأيضا دخول أجواء المباريات الرسمية القادمة بحماس وثقة. وللأمانة لمسنا كجهاز فني تجاوبا جيدا من اللاعبين الذين أظهروا معنويات عالية وإصرارا واضحا على استغلال الفرصة المتاحة أمامهم من أجل تصدير إنجاز جديد لكرة القدم الأردنية. إلى الجرائد الجزائرية، حيث قالت جريدة الخبر أن المدرب الوطني وحيد حليلوزيتش عقد صباح يوم أمس مؤتمر صحفي أكد خلاله أنه يواجه مشاكل داخلية في التشكيل لم يعشها طيلة فترة تدريبه. وانتقد حليلوزيتش القائمين على الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تمطلهم في تحديد مكان إجراء المباراة أمام منتخب مالي المقررة في 9 من شهر يونيو القادم ضمن تصفيات مونديال البرازيل. وبدأ مدرب الخضر حديثه بالتطرق للصعوبات الكبيرة التي يعرفها المنتخب في الوقت الحالي، وذلك بسبب إصابة العديد من اللاعبين في التشكيلة. خلال مشواري الكروي كمدرب لم أعرف كما كبيرا من المشاكل التي تراكمت في وقت حاسم وقبل لقاءات مهمة سيواجهها المنتخب الجزائري في تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم. لقد دربت منتخبا أفريقيا لفترة امتدت ل23 شهرا، ولم أعرف معه أي مشكل، غير أن الذي أعيشه مع المنتخب الجزائري في الوقت الحالي صعب جدا، خاصة أن الحلول ليست كثيرة والوقت لا يكفي لإيجاد البدائل. الجانب البدني مهم للغاية في مباريات مصيرية، واللاعب الذي لا يكون جيدا من هذه الناحية لا يمكنه تقديم شيء.
والدليل على ذلك أن فريقين كبيرين مثل البارسا وريال مدريد راح ضحية تعب بعض اللاعبين، وهو ما منعهم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ليس لدي أي مشكل مع أي لاعب، لكنني أريد تحقيق الأهداف المسطرة، ولذلك فإنني سأستدعي الأحسن في المباريات المقبلة. إلى منافسات دوري الأبطال الآسيوي، ردود الأفعال حول الفوز الكبير الذي حققه الهلال السعودي على نادي بنياس الإماراتي وبسبعة أهداف مقابل هدف ما زالت مستمرة. مهاجم الهلال المعار إلى العين الإماراتي ياسر القحطاني قال إن تأهل الهلال إلى دور الثمانية بهذا الفوز الكاسح يعد ردا ملجما لكل من شكك في قدرة الزعيم على مواصلة مشواره الآسيوي. مبارك لنا فوز ممثلينا الزعيم والعميد وفارس الدهناء وقبلهم الراقي الأهلي. وبالنسبة للهلال فأمر طبيعي ألا يخيب الظن، وهذا رد ملجم لكل من شكك في قدرته في مواصلة المشوار. فقد تأهل بنتيجة كبيرة ومستوى عال، وكان زملاء اللاعبون في الموعد وقدموا دروسا في فن كرة القدم. وأكثر ما أحزنني هي لحظات توديع أسامة هوساوي وعيسى المحياني وفيل هامسون. أقول لنادي بنياس الإماراتي حظا أوفر، وأعتقد أن كالديرون لا يتحمل الخسارة كاملة، فحظه السيء أن الهلال كان في أحسن حالاته والزعيم ما يرحم. نترك الهلال وننتقل للعميد السعودي حسني عبد ربه. المحترف المصري في صفوف نادي الاتحاد أكد أنه يتمنى الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، ولكن موقفه لم يحسن بعد مع إدارة نادي الإسماعيلي. عبد ربه قال أن تأهل الاتحاد والأهلي والهلال لدور الثمانية شيء يشرف الكرة السعودية، وشيء جيد أن تلعب ثلاث فرق سعودية في دور الثمانية. لاعبو الاتحاد دخلوا مباراة بيروزي بتركيز عال، خصوصا وأن الجميع يعلم بأن الفريق في هذا الموسم لم يظهر كما عرف عنه. تعهدنا قبل المباراة أن نسعد جماهيرنا ونتأهل لدور الثمانية، وكان هذا هو كل تفكيرنا، والحمد لله تحقق ذلك. الاتحاديون رحبوا بي في الفترة الماضية وأنا بادلتهم الشعور ذاته، وكما يعلم الجميع بأنني مرتبط بعقد مع الإسماعيلي، وهنالك مفاوضات بين الطرفين الاتحادي والإسماعيلي، وكل الأطراف مرحبة ببقائي واستمراري مع الاتحاد، سواء الإسماعيلي أو الاتحاد أو أنا كلاعب. الأجواء في الاتحاد مشجعة والجماهير مميزة، وكأنني ألعب في الإسماعيلي. صالح الهوريني الكاتب في جريدة الجزيرة تحدث عن تأهل الفرق السعودية الثلاثة لدور الثمانية في دوري الأبطال الآسيوي. الهوريني قال كان من المنصف والمنطقي والطبيعي أن يتأهل الأهلي على حساب الجزيرة الإماراتي بعد أن قدم مباراة كبيرة ممزوجة بروح عالية وقتالية من لدى كل أفراده. الكاتب انتقل في مقاله للحديث عن فوز الزعيم الكاسح على بنياس فماذا قال؟ ضرب الهلال بقوة وسحق بنياس بسباعية مقابل هدف واحد، ومعها سحق أيضا أمان المحتقنين، بل أوجعهم. وعلى إثر هذا الفوز بلغ الهلال دور الثمانية الآسيوي. فرحة الهلاليين لم يكن سببها الأول هو التأهل، بقدر ما كان يكمن السبب في المستوى الكبير الذي قدمه فريقهم وأثمر عن تسجيله لنتيجة تاريخية في الشباك الإماراتية. فضلا عن أن كل ذلك الذي تحقق من شأنه أن يجعل صيف الهلال هادئا ويعين على معالجة سلبياته، وبما يخدم كل حاجته في الموسم المقبل بكل نجاح. استمرار إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد برئاسة الهلال لأربعة مواسم مقبلة هو خطوة مباركة، وسيكون فيها المزيد من الاستقرار الإداري للفريق الأزرق. ضياء الدين علي الكاتب في جريدة الخليج تحدث في مقاله اليوم عن الفوز الكبير الذي حققه الوصل على حساب الخور القطري وبثلاثية نظيفة واقترابه من التأهل لنصف نهائي البطولة الخليجية. الكاتب انتقل في مقاله أيضا للحديث عن خيبة الأندية الإماراتية في دوري الأبطال الآسيوي وخروج الجزيرة وبنياس. مع التطلع إلى النهاية السعيدة ببلوغ الوصل المباراة النهائية للبطولة والمحافظة على اللقب الذي حققه الشباب العام الماضي، يستوجب الأمر وقفة لاستدراك ما حدث بالضبط لسفيري الإمارات في البطولة الآسيوية.
وبخاصة بالنسبة لبانياس الذي كان سقوطه مدويا وخارج كل التوقعات. لن نختلف على أن نظام المسابقة في هذا الدور كان وما زال محل شكوى بسبب إقامته من مباراة واحدة على أرض الفريق الذي تصدر مجموعته في الدور الأول. ولكن حتى من هذه الوجهة لم تكن المواجهة مع الكرة السعودية منحازة لممثلنا وهو يلعب على أرضه، ما يعني أن هناك أسبابا تخصنا بغض النظر عن كفاءة المنافس الذي لم تفرق معه مطلقا مسألة اللعب خارج أرضه. في إطار جهود نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول للعودة للمنافسة على البطولات الموسم المقبل، أعلن النادي أمس عقده مع المهاجم الدولي الجابوني مولونجي لمدة موسمين. الوحدة قدم محترفه الجديد وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر النادي، حيث قال خالد عوض المدير التنفيذي للنادي أنه سيتم إعادة ترتيب صفوف الفريق للعودة بقوة للمنافسة في المواسم المقبلة ولتحقيق أمال وطموحات الجماهير وجماهير العناب تحديدا. من جانبه عبر مولونجي عن سعادته بالانضمام لصفوف الوحدة مؤكدا أنه فريق كبير وعريق وأنه فضل التعاقد معه على الرغم من العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية عدة في قطر وروسيا. اتصلت بصديق اللاعب المالي باكايوكو الذي لعب في الوحدة من قبل، وأخبرني أن الكرة الإماراتية جيدة وفي تطور مستمر، وأعرف أن هناك العديد من اللاعبين الأفارقة أصحاب الأسماء الكبيرة تلعب هنا، وهو ما شجعني على قبول العرض الوحداوي. كما شاهدت خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الجابون وغينيا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في منطقة الخليج، ومن ضمنهم الغاني جيان مهاجم العين الإماراتي. ولا أعتقد أن اللعب هنا قد يسهم في انخفاض مستوى اللاعبين الأجانب أو يقلل من مستواي عما قدمته في فرنسا خلال السنوات الماضية، فما زال أمامي الكثير لأقدمه وأطمح دائما لتطوير أدائي. إلى الكويت، أرسلت الهيئة الرياضة كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية طالبت من خلالها بضرورة أن تقدم أجهزة تسعى للعب في بطولة خارجية كتاب موافقة بهذا الشأن من قبل الاتحاد الدولي للعبة. الهيئة قالت أنه لن يتم صرف أي مستحقات مالية للجهة من غير تزويد الهيئة بكتاب رسمي بموافقة الاتحاد الدولي للعبة على المسابقة وفيما يلي نص الكتاب. الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية تدبيلا لأي صعوبات أو عقبات قد تواجه الوفود الرياضية المشاركة في الخارجية لأي العام، الهيئة تهيب بكم إلى ضرورة التفضيل بالإعاد لجهة الاختصاص بهيئتكم الموقرة بأن تتضمن المستندات الواردة إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة موافقة الاتحاد الدولي المعني باللعبة على المشاركة في البطولة، علما بأن الهيئة لن تتخذ أي إجراء تخص أي من البطولات ما لم يرفق ضمن المستندات موافقة الاتحاد الدولي المعني باللعبة. إلى مصر، حيث أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك أمس المهاجم أحمد حسام ميدو رسميا بعدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد، وبذلك يزدر الزمالك الستار على مسألة استمرار ميدو مع الفريق بناء على رغبة حسن شحاتة المدير الفني المستقيل، وهو ما يؤكد أن ممدوح عباس رئيس النادي قد توصل لاتفاق مع المعلم على الاستمرار وينتظر أن يعلن القرار في اجتماع مجلس الإدارة غدا. ماذا عن تفاصيل عودة شحاتة ومصير شيكابالا؟ جريدة الأهرام تطلعنا على التفاصيل. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا غدا برئاسة ممدوح عباس، ويطرح عباس على المجلس إعادة التصويت على قرار قبول استقالة شحاتة، والذي اتخذه المجلس في اجتماعه الماضي الذي ترأسه اللواء صبري سراج. ومن المنتظر أن يحصل اقتراح عباس على الأغلبية في ظل موافقة الأعضاء على عودة المعلم لقيادة الفريق والاستغناء عن ميدو وفقا لطلب المعلم وإعارة شيكابالا لأحد الأندية الخليجية. من جهته إسماعيل يوسف أكد أن اللاعبين متمسكون بعودة حسن شحاتة لقيادة الفريق، وقال إن هناك اتجاها عاما داخل الفريق للضغط على المعلم من أجل الاستمرار، لأن اللاعبين يعشقون المعلم ويعتبرونه بمثابة الأب بالنسبة لهم.
وقد أجرى أكثر من لاعب الاتصال بشحاتة لإقناعه بضرورة العودة، خاصة أن مجلس الإدارة نفذ كافة متطلباته. مع هذا الخبر مشاهدينا نختتم جولتنا على الجرائد العربية، وأخيرا نذهب إلى الفقرة العالمية وما الجديد فيها، نتابع. نبدأ جولتنا العالمية من الجرائد الإسبانية. بيب غوارديولا مدرب برشلونة نفى وجود أي خلافات مع خليفته ومساعده تيتو فيلانوفا عشية نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو، وهي المرة الوداعية، هي المباراة الوداعية التي سيختتم بها حقبة الأسطورة مع البارسا مساء اليوم. ويسعى غوارديولا للتتويج بلقبه 14 من أصل 19 بطولة قضها مع البارسا خلال 4 مواسم، فيما يسعى لحسن ختام موسمه بعد خسارة الدوري الإسباني ودوري الأبطال. أما بالباو الأرجنتيني القدير مارسيلو بيريسا فيأمل في تعويض إخفاق نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أو بطولة كأس أوروبا الذي خسره بثلاثية بيضاء أمام أتلتيك مدريد قبل أسبوعين. تردد أن غوارديولا لم يكن يعلم أن فيلانوفا من سيخلفه في منصبه، لكنه أكد في مؤتمر صحفي بالأمس أنه كان يتناول الطعام مع المدير الرياضي للفريق أندوني زوبيزاريتا في نوفمبر الماضي، واتفق على أن فيلانوفا هو الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، كما شدد على أنه يحظى بعلاقة صداقة وطيدة به منذ كان في سن 13. كما كشف المدرب الشاب أنه تحدث إلى مساعده عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، ونبهه بأن الوقت قد حان ليحمل عنه هذا العبء، قائلا: لم يكن يعلم بهذا الأمر وأنا الذي أخبرته به. وحذر مدرب الفريق الكتالوني من صعوبة النهائي وخطورة بيلباو، ووصفه بفريق لا يعرف الاستسلام، وأنه سيقاتل في اللقاء بنفس الروح التي تغلب بها على مانشستر يونايتد الإنجليزي وشالكي الألماني. وفيما يتعلق بالتخوف السياسي من تبعات مباراة ممثلي إقليمي كاتالونيا والباسك في نهائي كأس الملك على أرض مدريد، أصافرت الاستهجان المتوقعة أثناء عزف النشيد الوطني لإسبانيا، قال غوارديولا: أعترض على مثل هذا الأمر، وأتمنى أن لا تخرج الأمسية عن سياق مباراة لكرة القدم ولتناقش الأمور السياسية في البرلمان. هذا أبرز ما قاله غوارديولا في المؤتمر نهائي كأس الملك. لكن ماذا عن مدرب بيلباو؟ نتابع سويا. أكد الأرجنتيني مارسيلو بييرسا مدرب أتلتيك بيلباو أن مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدفه التاريخي يملك حلولا لأغلب الأزمات التي يواجهها فريقه أمام أي خصم. وأوضح بييرسا أن ميسي يملك مفاتيح لمعظم الأبواب المغلقة، لكن نتمنى أن يخرق في ذلك في مباراة اليوم. وشدد مدرب منتخب التانجو السابق على أن العاملين النفسي والفني قد لا يحسما بالضرورة مواجهة الليلة التي يستضيفها ملعب بيزنتي كالديرون معقل أتلتيكو مدريد. من الجرائد الإسبانية للجرائد البريطانية، كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو لن يقبل الاستمرار مع تشيلسي موسما واحدا فقط كما يريد مالك النادي أبراموفيتش. ويعتبر المدرب الإيطالي أن التعاقد معه لمدة عام واحد فقط ظالم، خاصة بعد أن حصد اللقب المحلي وآخر هو الأهم دوري أبطال أوروبا. الملياردير الروسي ينوي تقديم عرض لمدربه الإيطالي لمدة موسم واحد فقط، على أن يتم مراجعة العقد في نهايته واتخاذ قرار التجديد أم لا. لكن دي ماتيو لن يقبل بعقد سنوي، وإنما يبحث عن عقد طويل الأجل، مبررا أن فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي ودور الأبطال كافيا لرئيس النادي للاقتناع بقدراته. ويضع دي ماتيو عينه على تدريب أستون فيلا الذي أقال مدربه الأسكتلندي أليكس ماكليش بعد النتائج المخيبة التي قدمها مع الفريق والذي كان في طريقه إلى الهبوط. وكان دي ماتيو قد تسلم مهمة الإشراف على تشيلسي مؤقتا خلفا للبرتغالي أندري فيلاس بواش الذي أقيل من منصبه بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق تحت إدارته. هل هو حب الجنون أم حب المغامرة أم رغبة قوية في العمل الخيري تصل إلى حد المخاطرة بفقدان الحياة؟
التفاصيل نتابعها مشاهدينا الكرام مع غريب عجيب. إن وسنا يبلغ عمره 83 عاما قرر السير على أجنحة الطائرة وهي تحلق في الهواء، حيث يسعى المسن من خلال تلك الخطوة إلى هدف نبيل وهو جمع الأموال لإحدى الجمعيات الخيرية الرافضة لاستخدام العنف ضد الأطفال، وقد نجح في جمع حوالي 100,000 جنيه استرليني للجمعية الخيرية من خلال الحركات التي قام بها مثل القفز بالبضلات وتسلق القمم الشاقة عام 2009. وصلنا للختام مشاهدينا الأفاضل، موعدنا نتجدد معكم غدا بإذن الله ولكن في توقيتنا الاعتيادي في تمام الساعة 12:30 في توقيت الدوحة. إلى اللقاء.